رشا رح نروح لمحطتنا التالية، واليوم رح نحكي طبعا ضمن الزاوية القانونية عن الوصية وفق قانون الأحوال الشخصية، وهي التصرف في التركة المضاف إلى ما بعد الموت، أي التصرف من الموصي ينعقد طبعا في حياته وينفذ بعد موته عند قبول الموصى له. طبعا تفاصيل أكثر رح نحكي فيها ضمن هي الفقرة القانونية. أكيد سلمى، رح نحكي عن القانون الرابع اللي صدر عام 2019، وصار في بعض التعديلات على الوصية الواجبة. اليوم رح نحكي ضمن مساحتنا القانونية شو هي الوصية ولمين بتحق، أكيد مع الأستاذة المحامية ساهير أقبيق. بدي لك صباح الخير لإلك. يسعد صباحكم، صباح جميع الأخوة المستمعين والمشاهدين كل أنحاء سوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذة ساهير. خلينا بالبداية نعرف الناس قانونيا شو بنقصد بالوصية. تماما، الوصية مثل ما تفضلتي حضرتك ونص عليها المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية السوري، هو تصرف في التركة لكن يضاف إلى ما بعد الموت. يعني في عنا شخص اسمه موصي بيصدر منه تصرف ينعقد أثناء حياته، موضوع الوصية بالذات يكون حصرا أثناء الحياة لكن لا ينفذ، يعني ما بيصير ساري المفعول إلا بعد الموت وبعد موته وعند قبول الموصى له. معناتها هون بيتضح عنا أنه الموضوع الوصية في عنا ثلاث أطراف، في عنا شخص اسمه موصي، في عنا شخص اسمه موصى له، في عنا الموضوع الوصية اللي هو الموصى به. نحن شوفي عنا حكينا أنه في عنا قبول الوصية، يعني هلأ نحن إذا ما قبلها الموصى له هون بتتوقف الوصية، والقانون سمح له أنه بيقبلها وما بيقبلها، بس حصرا بده يكون القبول خلال 30 يوم تماما، أو الرد رفض الوصية خلال 30 يوم من وفاته، يعني وفاة الموصى له، وعلم الموصى وفاة الموصى الموصي وعلم الموصى له بوفاته، يعني يا مدة 30 يوم علمه أو من تاريخ فعلا الوفاة. نجي هون على النقطة الثانية، هلا أحيانا شخص بيوصي لشخص آخر بعقار وسيارة، الموصى له حصرا بده شغلة واحدة، مثلا ما بده مشان ما يحرم الباقيين، بده مثلا عقار أو سيارة. هون عندنا في القانون في عندنا شيء اسمه الرد بيقبل التجزئة، يعني أنا بقبل العقار وبرفض السيارة، القانون سمح لي هذا الموضوع. في عندنا شيء موضوع كمان اسمه الوصية المعلقة على شرط. كيف يعني؟ يعني أنا بوصي لك بمكتبي هذا على أن تصبح بالمستقبل محامي، هون عندي شرط صحيح وبتقع الوصية، بس أحيانا حالات بيكون عندي شرط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، هون بيسقط الشرط وبتصح الوصية. باعتبار الوصية بقى لنا مهما حكينا علاقة بين ثلاث أطراف، معناتها لازم نحن مشان تكون صحيحة الوصية يكون عندي متوفرة شروط، سواء متعلقة بالموصي أو الموصى له أو بالموصى به. الموصي طبعا بنعرف أنه الوصية هي تصرف مالي، ونحن عنا بالقانون هذا بنعتبره أنه ضرب ضرر محض، لأنه هو يعني بينفع غيره من دون مقابل، لكن هو له حرية الاختيار. لهيك بس المفروض الشخص اللي بيوصي يكون عنده أهلية أداء كاملة تماما، يعني بلوغ رشد، هيك بنسمع تماماً. انه هو بكامل قواه العقليه لمعمل تماما. يعني هلا اذا بيجي مجنون وبيعطينا بيصدر وصيه باطله تعد، لانه هاد فاقد الاهليه. نفس الشيء بالنسبه للمعدوح، كمان هدول فاقدين الاهليه وصيتهم باطله. الشرط الثاني انه ما يكون عليه دين، يعني مو معقول انا وصي وانا اكون يعني اموالي مستغرقه بديون الا اذا سقط الدين او موافقه جميع الدائنين. بالنسبه للموصى له بده يكون شخص معلوم، يعني انا احدد انه هذا الشخص الفلان الفلاني انا اللي حفيده من الوصيه. ونفس الشيء ما يكون وارث، لأنه عنا لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة إنه يسمحوا باقي الورثة. بالنسبة لي طبعاً كمان في حالة ثالثة، إنه ما يكون قاتل للموصي أو هو سبب بقتله، لأنه مثل على مبدأ إنه من استعجل الشيء قبل أوانه عقبة بحرمانه. نرجع نروح لموضوع الموصى به، لازم يكون إنه شيء قابل للتملك، يعني مو معقول يبيعك هواي يبيعه مثلاً بلد معين، ده يكون إنه أو يوصي بالأحرى يوصي له، يعني شيء إنه معقول قابل للتملك، وأيضاً ما يكون إنه نفس الشيء مستغرق بدينه، ما يتجاوز ثلث التركه، لانه هو المحدد عنا ثلث التركه، الا طبعا برجع بقول اذا اجازوا باقي الورثه ما يزيد عن الثلث. بموضوع تثبيت الوصيه نحن كثير بنسال بالقصر العدلي، طيب انا كتبتها يعني على ورقه عاديه، كتبت صك وصية ووصيت ممكن لشخص طبيعي بيتوصى أو ممكن لجهة اعتبارية مثل الجمعيات الخيرية. هلأ أنا يا ترى أنه حفظت حقه هذا الموصى له، بكرة أنه إذا الورثة إجوا واعترضوا أو مانعوا بنقول له لا أنت أفضل مشان يكون موضوعك أقوى وتحوله لسند رسمي حسب الموصى له. إذا كان الموصى له أنت لشخص اعتباري يعني مثل جمعية خيرية، بتنزل بتسجل بتنظم صك وصية نظامي رسمي، بيتسجل وبينحفظ بديوان الفرائض بالمحكمة الشرعية. أما إذا كان
لشخص طبيعي هون بهي الحالة بتنزل بتروح عند الكاتب بالعدل بتعطي البيانات بيتنظم وبيتسجل وبينحفز عند الكاتب العدل. بكرة بعد الوفاة بيجي بياخد الصك وبيحطه بدائرة التنفيذ الشرعي. هون بهالحالة بموجب هذا الصك بيقدر يحط إشارة على الشيء الموصل له من دون ما يفوت بمواجهة مع الورثة في حين رفضوا ينبذوله. والحالات الثانية اللي ما بيكونوا مثبتين لا بالمحكمة الشرعية عند الفرائض ولا عند الكاتب بالعدل، هون بيصبق عليهم يرفعوا دعوة تثبيت وصية بالمحكمة الشرعية اللي هي صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع، وطبعا بقى هن بدهم يثبتوا وتصح ايضا الوصية مثل ما بتصح بالقول تصح بالفعل، يعني ممكن يثبتوها بشهادة الشهود. تمام، يعني ممكن اقول لك انا وصيت لك بشيء معين واذا ما كان مثبته يجي بقى شهود، بس هون للاسف بقى انه صارت إطالة امد التقاضي. ايوه هيك بتصير القصة مباحة تماما. طيب عم نحكي عن الوصية، خلينا نحكي شو اليوم الفرق بين اني انا وصي او تكون ورثة عادية من الاهل، كيف شو الفرق بيناتهم؟ تماما. هلا الوصية مثل ما حكينا هي تصرف بالتركة مضاف لما بعد الموت. طبعا الوصية بتكون حصرا فيما لا يتجاوز ثلث التركة ولغير وارث، وفي حين تجاوز ما ضروري يكون التركة. انا من الاولاد من او الاقارب تماما. حين تجاوزت ثلث التركة او كانت لوارث هون صار بنحتاج اجازة باقي الورثة. اما بالنسبة للميراث، شو هو الميراث؟ هو التركة، يعني اللي بيتركه الشخص عند وفاته اموال حقوق، وهون هي بيكون من نصيب باقي الأفراد. الورثة بس طبعا بعد ما يكون انه امنا من الميراث كل شيء ديون وكل شيء وصايا، وهون كل شيء بيستحقوا الورثة. هنا مين بيكون الورثة؟ بسبب رابط الزوجية، رابط القرابة، وشرط يعني هي تستحق هذا الميراث، يستحق من تاريخ وفاة المؤرث بشرط ان يكون الوارث حي. تمام. طيب خلينا نحكي كمان الفرق بين الوصية الواجبة والاختيارية، شو المقصود فيها بالقانون؟ تماما. هلا موضوع نبلش نحكي شو هي الوصيه الواجبه. طبعا الوصيه الواجبه هي جزء من التركه اعطاها القانون، نحن هي ما لها ميراث الوصيه الواجبه، جزء من التركه اعطاها القانون لاولاد الابن او البنت المتوفاه في حياه اصلهم. يعني عندي رجل عنده ولد توفى بحياته، او امراه عندها ولد توفى بحياتها، نفس الشيء كمان رجل عنده بنت توفيت بحياته، امراه عندها ولد توفى بحياتها، وهدول الولد او البنت كان عندهم اولاد، يعني هن بيكونوا احفاد الست او الجد. تماما. القانون ما عندنا شيء نحن اسمهم يورثوا، ما عاد فيهم في ارث، في عنا عطاهم حفيد، يعني احنا هون عم نحكي عن احفاد. وصيه واجبه، وهي تعديل يشكر القانون المشرع السوري عليه، انه كان سابقا حصرا نحن بالمصطلح المتعارف عليه اسمه اولاد المحروم. تماما، لانه هدول ما بيورثوا، بس اعطاهم القانون وصيه واجبه، هي مقدار حصة والدهم لو كان عايش. تماما، لو ضل بقي حي وتوفى جد بعد الوالد، يعني كان بيطلع له هاي الحصة، بنحسب لهم اياها نحن قديش ممكن يورثوا هدول الاولاد من حصة والدهم لو كان جدهم بقي عايش وتوفى جدهم بعد ابوهم. تماما. ونفس الشيء بنقيمها من راس التركة، يعني من اول شيء من الاساس التركة، يعني بنحسبها هي المسألة لحالها، بعدين بنوزع شو بقي من الميراث. طبعا بعد ما نشيل الديون، لانه كيف تتوزع التركه؟ اول شيء بتاخذ ما يكفى لتجهيز الميت، بعدين بنشوف اذا في عليه ديون، بعدين ناخذ الوصيه الواجبه، بعدين الوصيه الاختياريه، بعدين تتقسم حسب الميراث. بنرجع للوصيه الاختياريه والوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه هلا انا حميز بيناتهم بنقاط تشابه مشان يكونوا سلسين بين انه شو نقاط تشابه وشو نقاط الاختلاف. كنقاط تشابه، الوصيه الواجبه بتتفق مع الوصيه الاختياريه انه هي حصرا بثلث التركه. تماما. اما بالنسبه للنقاط الاختلاف، يعني بقى انه الزمان، الوصيه الواجبه مثل ما بيقولوا على حياه، عفوا الوصيه الاختياريه على حياه عينه، يعني وانا عايش بينعقد التصرف اثناء حياته للموصي. اما الوصيه الواجبه تنشا بعد وفاته. تماما. بالنسبه للاراده، الوصيه الواجبه ارادته مو بارادته بدون يورثه، لانه بحق، عفوا مو بيورثه، بيطلع له الوصيه الواجبه لانه هي بحكم القانون. اما بالنسبه للوصيه الاختياريه حصرا، يعني انا بدي لشخص فلاني اكتب له وصيه، هي بارادتي انا بدي اكتبها. هذا أهم الفروق بيناتهم. بالنسبة بنرجع نحكي إنه موضوع الوصية الواجبة، أهم النقاط اللي قطع عليها القانون رقم 4 باعتبار ذكرناه بالمقدمة لعام 2019، إنه كان سابقاً بالوصية الواجبة حصراً اللي بيستفيد منها هي حصراً أبناء، يعني ابن البنت، عفواً ابن الابن وبنت الابن. على التعديل الجديد صاروا أيضاً ابن البنت وبنت البنت، يعني حصراً ما كان فقط للذكور، صار للذكور والإناث اللي بيتوفوا بحياة أصلاً، بشرط أن يكونوا الورثة، بشرط أن يكون أولادهم غير وارثين. والشكل الشيء الثاني أنه كان بيستفيد من الطبقة الأولى وإن نزل، يعني أولاد الإبن، أولاد أولاد الإبن، ونكمل لتحت. هلأ حصراً بالطبقة الأولى، يعني فقط أولاد الإبن وفقط يعني بنت الإبن وابن الإبن، ونروح إذا البنت متوفية بنت البنت وابن البنت. والشغلة الثالثة عشان ما ننساها، أنه كان سابقاً للذكر بحصل مثل حظ الأنثيين بتوزيع الوصية. هلأ صاروا كل يعني حصة الذكر تعادل
الحصه لان تساوى بيناتهم. هلا نحن عم نحكي بالقانون، ولكن دقي عندك اهل، انا اليوم ما بدي اعطي بنتي، انا اليوم بدي اعطي ابني واحرم الثاني. اليوم القانون ما فيه يفرض على الاهل مين بدهم يعطوا ومين بدهم يحرموا، صح؟ خلينا بس قبل ما نختم اليوم، القرار اللي عم نحكي عنه بال 2019 القانون رقم 4 يمكن هو اجى من خلال الاحداث اللي كنا عايشينها والاشكالات اللي صارت بعد بموضوع الشهداء والورثه وهيك. طب في حال كان انه الاب او الام يعني موزعين قبل ما يتوفى استشهد او يتوفى الشخص وما كان له حصه، القانون فيه يفرض انه لا انتم اليوم رح ترجعوا وتعطوا حصه لهدول الاحفاد اللي ابوهم فقدوا ابوهم؟ تماما. هلا كيف نحن عنا الموضوع لما نوزع الوصيه الواجبه، نحن بنشوف انه هو على حياه عينه الجد او الجده اعطاهم شيء مثل ما بنسميه نحن هبه او عاباهم بثمن بخس مقدار حصتهم من الوصيه الواجبه، هون بنطلع اذا كان زايده عن الوصيه الواجبه بدنا نردها لقيمتها بالوصيه الواجبه، واذا كانت اقل يعني مثلا اعطاهم هذا العقار وهن بيطلعوا بالوصيه الواجبه اكثر بنرفع لهم لحتى ما نوصل لعند قيمه الوصيه الواجبه، يعني بيستحقوا الهبه او البيع اللي اعطوني اياه بثمن بخس وبنرفع لهم اياها بحيث انه يوصلوا لحصتهم بالوصيه الواجبه. واذا كان هو يعني موزع يعني وما تارك لهم شيء قانونيا، اليوم القانون قادر يفرض انه لا، انه بنضحط بصحه البيع. هلا مثلا في حالات عندنا بتوصل الوصيه رغم انه مستوفيه شروطها، مثلا في عندنا وفاه الموصى له قبل الموصي او رجوعه عن انا مثلا كتبت وصيه لشخص معين وغيرت رايي، اكتشفت انه هو ما بيستاهل او انه سلوكه سيء، انا فيني ارجع عن الوصيه. طبعا. ايضا كمان جنونه للموصي المتصل بالوفاه، يعني هو مبين انه ما كان بقوى كامل القوى العقليه لما يكتب او هلاك الموصى به قبل الوصيه. اكيد يعني بدنا نتشكر وجودك معنا وكل هالمعلومات اللي قدمتي لنا. يا شكرا. يا هلا فيك. يا هلا فيك. شكرا لك. ودائما هيك بنتمنى يكون القوانين مع هدول الاحفاد اللي عن جد هنون بحاجه انه يكون معهم. خلينا نكون قانونيا طالما ما في حنيه ما في هدول المشاعر. صحيح. بعد ما فقدوا اهليهم. بدي اتشكر حضورك والمعلومات اللي قدمتيها للاستاذ المحامي. هو توضيح بسيط بدي اختم فيها. القانون السوري والمشرع السوري بتعديله وفرض الوصيه الواجبه لاولاد البنت او بنات البنت هو حسن فعل، وان كان ما في شيء صريح عنا بالقران او بالسنه او باجماع الفقهاء، لانه من باب اولى وافضل انه ما يترك احفاده يطلبوا وسائل عيش او يلجؤوا لوسائل محرمه تماما مشان يقوا حياتهم شر السؤال. اكيد. شكرا كثير. يا هلا فيك.